في الرباط التقى اليوم رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البريطانية يان ليدل غرينجر. وفي اللقاء أكد ولد الرشيد أهمية انخراط المغرب في جهود التسوية لقضية الصحراء المغربية عبر الحكم الذاتي إلى جانب الحديث عن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وتأثيراتها على أمن المنطقة واستقرارها وأبعادها الإقليمية والدولية.